نتقدم بأسمى آيات العزاء لمولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف والمبارك بشهادة مولانا رئيس المذهب الإمام المعظم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله أن نكون من الطالبين بثأره وثأر آبائه مع إمام منصور من آل بيت محمد، ونسأل الله أن يرفع البلاء ويدفع المرض بحق وبحرمة محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله رسول الله وعلى آلك المظلومين الأبرار الميامين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيبة الراتبة والدمعة الساكبة سيدي يا غريب كربلاء، يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، قلبي لآل محمد تفطروا وتفيض عيني بالدموع وتقطر اليوم غاب عن البرية كهفها، والصادق العلم المبين الأشهر اليوم عرش الله مال لفقده، اليوم عرش الله يا ما لفقده، والشمس كادت
تضمحل وتدبر وبكى عليه حسرة وتأسفا يا حرم الإله وركنه والمشعر بعد من بكى يا شاعر وبكته أملاك السماء بحرقة وبكاه طه والبتوا يا والطهر موسى ظل يلطم وجهه لفراقه وفؤاده متكدر وغدا يجهز جسم والده الذي من عظم شدة سمه متغير لم يترك جسم الإمام معطلا بل جهزوا للحود وأقبروا لكن مولاي الحسين بكربلاء الجسم منه مدرج ومعايا يا فرو عار ثلاثا عار ثلاثا بالعراء مجدل والرأس منه على الأسنة يا سيدي يا فرج الله سيدي مولاي جئناك للعزاء سيدي أنت حاضر بيننا تسمع آهاتنا تبكي على مصيبة أبيك تبكي على مصيبة جدك كأني بالإمام ينادي أيوا جدا أيوا صادقا هاي الكلمات استنهاض لمولانا صاحب العصر والزمان الشاعر يخاطب بهاي الكلمات يقول منها شيء بدر محجوب
درب العين لظهورا ما ندريه يا يوم ويشع على الأرض نورا ترب عيونه الدربايا وطالت غابت علينا ما ندري الوعد يا يوم ويعود لنا الفرج لنا من كثر الهضم والجور ومن الصبر ملنا يمتى من المغيب تعود وبوصلك علينا تجود يا من بالنصر موعود يلا ارفع لي السمك فوق فاك سيدي يا صاحب الزمان ارفع لي السمك فوق فاك يا غايب ويسأل المعبود غيرك ما لهذا الدين وللشيعة عليها يجود وياهم هلك ما مات وياه المين هلك ما مات يوم قتل يوم اسمه يوم وتشن الصادق المسموم شبدا مراد وتقطع وبعد سيدي سيدي وروح الكربلاء واسمع وانشدها على عبد الله انشدها على عبد الله وعن ركبته المنحورة انشدها على عبد الله وعن ركبته المنحورة بعد هذا مصاب الصادق وهذا مصاب الحسين بعد سيدي يا صاحب الزمان هذا الاصطنهاد اظهر يا زعيم الكون واشهر بيدك البتار واطلب ثارك من اعداك واضرم بي الحب النار اقصد يا ثرب بغرام والجنة على باب الدار وانشد سيد من الباب محسن وين بك انصاب وين امي الصدر انعاب
من أم الزكي يضلوع بيت تكسر بيت تكسر آية الباب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا الصادق عليه السلام الإمام المظلوم المهدوم قبره المسموم كبده نعم يروى أن الإمام الصادق عليه السلام أمر اللعين أن يحرقوا داره فجاء والي المدينة ومعه رجاله وضعوا الحطب على باب الدار أشعلوا النيران بدار الإمام الصادق عليه السلام ألا هل من مناد وإماما ومظلوما أخذت النار ما في الدهليز يا صاحب الغيرة اسمع هذا المصاب الجلال لما أخذت النار ما في الدهليز تصايحت العلويات من داخل الدار عندها خرج إمامنا الصادق عليه السلام وعليه قميص وإزار صار يخمد النار بقدمه وهو حافل قدمين إلى أن أخمد النار تقول الرواية يأتي إليه في اليوم الثاني بعض أصحابه وشيعته وجدوا حزينا باكيا قالوا سيدنا ماذا يبكيك أمن الجرأة عليكم أهل البيت وليس منهم بأول مرة يعني مو هاي المرة الأولى التي تحرق فيها دوركم سيدي ليش المرة الأولى وين عندما هجم القوم على دار الزهراء عندما كسر اللعين ضلعها أنبت المسمار في صدرها قال ليس هذا منهم بأول مرة قال إليك عني ما لهذا بكيت قال إذن سيدي على أي شيء تبكي يا نور عيني قال عندما أخذت النار ما في الدهليز نظرت إلى بناتي يتراقضن في صحن الدور من حجرة إلى حجرة ومن مكان إلى مكان عندها تذكرت فرار عيايا الجد الحسين يوم عاشوراء من خيمة إلى خيمة ومن مكان إلى مكان يا والله الإمام يستذكر مصائب الزهراء كأنها حاضرة أمامه
يتذكر مصاب الحسين بلسان الحال: أنا الصادق شفت آلام تذكرني ابن حل مرة حين الهجمة وبداري وحال الدار شبا ونار اذكرت أمي فاطمة الزهراء مصاب اللي عليها صار هجمة ودارها لكن حسرة ما عليها خمار والنيران خلوها يم الباب مستعرية وبعد عذرا يا صاحب الزمان يقول وصدرها نعاب المسمار وصدرها نعاب المسمار وضربها عدى لجناب بعد سيدي سيدي يروى أن المنصور لعنة الله عليه أحضر الإمام الصادق وأراد قتل الإمام وشهر سيفه في وجه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا المشهد ذكر الإمام بمصيبة، أتدري أي مصيبة يا موالي؟ ولما أنا قيدوني قلبي هاجت الأمل ذكرت الوصي علي مقيود مسحوق وما عليه عمام والحبل في رقبته والسيف وسف مشهور قدامه يا وبعد ماذا تذكر الإمام؟ يقول وقفت بمجلس المنصور أذكر وقفة السجاد مع الأطفال والنسوان سبايا بمجلس ابن زياد وبعد هذا البيت أغير لك الون أريد منك البكاء لمصاب الإمام. يقول علي الوجامع بصدره ورجله مغللة بالقياد وتسيل الدمى من ساقه يا وزينب تنظر بحرقا وشهرت سيفه المنصور يريد المنحر يقطع يقول وشهرت سيفه المنصور يريد المنحر يقطع ذكرت حسين أنا جدي وحال شلون بالمصرى عندك قلب يا موالي يتحمل هاي الكلمة شلون حال الحسين؟ يقول جال الشمر وبسيفه يتربى على الصبر
يقول جال الشمر وبسفه يتربى على صدره، أنا هل من منادين وحسينا إلى أن دسوا للإمام السوم عرق جبينه سكن أنينه غمض عينه مد رجله أحس من فمه إلى سرته كأنها المواسي تقطع أحشاء، ثم فاضت روحه عظم الله أجورنا وأجوركم، هذا بيت الدعاء وأسألكم الدعاء. نعم الإمام عرق جبينه وهذا حال المؤمن، يعرق جبينه إذا نزل به الموت فيتصبب العرق من إلا مولاي الحسين تصبب الدم من جبينه لأن رأس الحسين كان مرفوعاً على رأس الرمح، فجبينه مرتان يضرب بالصياط، مرتان يضرب بالحجار. يقول هلال رأيت رأس الحسين على رأس رمح طويل وهو يتلو قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فقلت إن رأسك أعجاب وأعجاب يا ابن رسول الله. فقال رأس الحسين لحامله فرقت بين رأسي وبدني، فرق الله بين رأسك وبدنك وجعلك آية ونكالا للعالمين. فلما سمع اللعين هذا الكلام من الحسين مال عليه يضربه بصوته حتى سكت الحسين. رأت الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبته مذلاح يزهو هلالا يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروره.
ربنا إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن مقوية سلطانه، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا كلمح البصر. يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا، تقبل أعمالنا بحق الحسين، بصدر الحسين، شافي صدر الحسين، بظهور الحجة المنتظر. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين، إننا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. يا الله، اللهم احفظ العلماء الأعلام، سيما من حضر منهم صاحب السماحة والفضيلة السيد أحمد آل بدر الدين، اللهم احفظه برحمتك. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين، سيما إخوان الحاضرين والمشاركين والمستمعين والمتابعين. اللهم ارفع البلاء والوباء، وادفع المرض وكل مكروه عنا بحقي وبحرمة محمد وآل محمد.